السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اخواتي وحبايبي الكرام، مجال لقاء، انا معاكم القناة شبيب الارانب والحمام وابو نرمين. اوعى تنسى انزل تحت اشترك في القناة سبسكرايب، فعل زر الجرس، اعمل لايك. اوعى تنسى اللايك، عايزين فيديو يا شباب يوصل لايف لايك يا جماعة. اقسم بالله انتوا كده بتزعلوني، فيديو بقى 5000 مشاهدة ولا على الفيديو مثلا 200 300 لايك او 400 لايك. طب ليه يا شباب، ليه ما تدوش لايك وانت بتسمع الفيديو؟ تمام. تحياتي لكل من يتابع القناة من جوه مصر ومن خارج مصر، تحياتي ليكم وتحيات لجميع الدول العربية والدول الأجنبية. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا، يوميات مربي متابع للقناة أستاذ محمود شلبي ابن الشرقية، نجح في تربية الأرانب بعد ما كان مربي التربية أرضي، واستفاد من معلوماتي وسألني قال لي ربي أرضي ولا بطارات؟ قلت له بطارات أفضل، ربي بطارات يا شباب. وعملنا لنا فيديو، نسيبكم على أستاذ محمود شلبي، نرجع لكم تاني بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا يا جماعه اخوكم محمود شلبي من المنوفيه، تحياتي لابو نرمين وتحياتي لكل القناه، لكل الناس المحترمه اللي مشتركه مع القناه مع ابو نرمين، وتحياتي لكل مربين الارانب في مصر وخارج مصر. والنهارده الجمعه يا جماعه، ربنا يجعلها جمعه طيبه علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب، وربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله. وتحياتي لابو نرمين، راجل محترم بصراحه، الراجل ده متشكر لافضاله، الاول فضل ربنا ثم لابو نرمين. الراجل ده محترم والله، وربنا يجازيه خير يا رب، ربنا يجازيه خير وربنا يديه على قد نيته يا رب، وربنا يوسع عليه. وتحياتي لكل الناس المربين الارانب، والله مشروع ما شاء الله عليه. انا والله يا جماعه كنت بادئ ارضي، كان عندي نتايتين اتنين وذكر. فلما اشتركت مع ابو نرمين راجل محترم، اشتركت معاه في القناه وبقيت اتابع مربي الارانب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. جيت ربنا كرمني، يعني قلت لابو نرمين، قال لي موضوع البطاريات افضل واحسن، يعني افضل واحسن، البطاريات نظيفه الحمد لله. انا يا جماعه والله جبت البطاريات الحمد لله، انا مش جايبها جديده، لا انا جايبها مستعمله بس استعمال خفيف الحمد لله. وجبتها دينا، رشيتها قدامكم اهي يا جماعه، رشيتها في دور للخلفه اللي هو الفطيم، والبطاريه دي 6 عيون، جبتها ورشيتها والحوامل بتاعتها اهيت، وعملت لها الميه وعملت لها دي جردل الميه فوق اهوت الحمد لله، والمشمع اهو، والحمد لله رب العالمين. انا حطيت فيها الشغل بتاعي، ادي الخلفه اهيت، ده اللي هو بتاع الفطيم، وادي التلات، هو البطارية 3 ادوار الحمد لله اهيت، ادي دور تحت اهو، والحمد لله فضل من ربنا الراجل المحترم ابو نرمين قال لي البطاريات احسن، فمشيت معاه راجل وجهني للخير بصراحة، ومشيت معاه خطوة خطوة وربنا كرمنا الحمد لله رب العالمين. وجبت شغل الحمد لله رب العالمين اهوت، وربنا كرمني وحطيت فيهم شغل، حطيت فيهم شغل ومشيت معاه بصراحة، بتابع معاه الراجل ده بصراحة، بيقول لي على كل خطوة خطوة، أي حاجة بقف عليها وأي حاجة أنتم محتاجينها بأمانة رنوا على أبو نرمين، راجل محترم ما بتأخرش عن أي حد، ما بتأخرش عن أي حد والله، وربنا يجازيه خير. أنا والله يا جماعة هيت البطارات قدامكم هيت، وحطيت فيها الشغل وحطيت فيها الأرانب الحمد لله رب العالمين، ووشها حلو عليا أوي أوي أوي، وربنا كرمني وفي أرانب ولدت فيها الحمد لله، هوريها لكم برضه. وأهوت أهو، وادي المكان اهوت، يعني معلش احنا لسه برضه على قدنا، ان شاء الله باذن الله انا متفائل خير، وان شاء الله باذن الله هنكبر المشروع سوا مع بعضنا ان شاء الله، والفضل لله ثم لابو نرمين والناس، وكل واحد ربنا يبارك له اللي يجازي، يقول لي اي راجل محترم عاوز يفيد اي واحد بالخير ربنا يكرمه والله، ربنا يكرمه ويجازيه خير ويوسع عليه. ادي يا جماعه الارانب اهيت اهي، انا عندي بقى دلوقتي يا جماعه 6 امهات، وعندي ذكر، عندي ذكر كبير وعندي ذكر لسه ايه يا دوب بدأ تلقيح، انا هوريه لكم اهو، هوريه لكم. والخلفه اهيت فوق الحمد لله رب العالمين، وما شاء الله وادي المكان اهوت. معلش بقى احنا ايه والله على قدنا، بس ان شاء الله باذن الله احنا ناوي ان شاء الله باذن الله، ومع مرمين والفضل لله الاول، هنكبر ان شاء الله باذن الله مشروعنا. وانا برضو اتفقت على بطاريه جديده هجيبها ان شاء الله، وربنا يكرمنا. وانا راجل بصراحه راجل ما بنرمين، يعني راجل محترم، وكل اي حاجه بقف عليها او اي مشكله قابلتني برن عليها، راجل بصراحه ما بتاخرش عنه والله، وربنا يبارك له وربنا يجازيه خير يا رب، ربنا يجازيه خير. وادي يا جماعه اهيت اهو، معلش يا جماعه والله الفيديو فصل مني، معلش معلش انا اسف والله.
ان شاء الله باذن الله يا جماعه هوريكم بقى الحاجات اللي عندي كلها. الحمد لله. دي يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم، دي ام فلندر اهي، ام فلندر الحمد لله، دي عشر 18 يوم الحمد لله رب العالمين اهي، ام ما شاء الله عليها وام كويسه خالص. وهي عامه هي بتجهز برضو، بتجهز للولد بتاعها اهوت، والشعر بتاعها اهو الحمد لله الحمد لله رب العالمين. وادي يا جماعه ديت ام غزلاندي ما شاء الله عليها، ما شاء الله عليها، الله اكبر، حاجه كويسه جدا ومحترمه وحنين على عيالها، وهي لسه والده، لسه والده الحمد لله. ده تاني ولد لها، تاني ولد لها، هي عيالها اهي فوق اهي اهيت، واهي كانت جايبه النبادي، هي كانت والده الولد اللي قبل ده، اللي قبل اللي هي والده ده، كانت جايبه اربعه. وانا مش زعلان الحمد لله رب العالمين، انتكها ما شاء الله عليهم وعيالها فوق اهيت ما شاء الله، وهي ربنا كرمها وولدت اهي، والحمد لله رب العالمين الحمد لله جابت لي 8 الحمد لله، وعيالها اهيت اهي ما شاء الله عليها، حاجه كويسه جدا جدا يعني. اللهم صل على النبي. دي 2. رقم 3 بقى يا جماعه، رقم 3 انا عندي الام اللي هي الالماني اهي، الماني ما شاء الله اهيت، دي وزنها يا جماعه اللهم صل على النبي، دي وزنها 5.5 اللهم صل على النبي، وزنها 5.5 عشر برضو اهيت، كاتب لها برضو الحاجه بتاعتها اهيت، عشر من 2012 2012 عشر مدخلها للذكر الحمد لله، وزنها دي 5 كيلو. تاني حاجه بقى الحمد لله ام اهيت بوبيون عشر برضو اهي ما شاء الله عليها، وزنها دي وزنها اللهم صل على النبي 4 كيلو الا ربع، 4 كيلو الا ربع ما شاء الله عليها اهيت، والبقايا الولد بتاعها. ودي يا جماعه برضو ام فرنساوي اهي، معلش يا صغيره بقى في الحجم بس الحمد لله انتك جميل جدا الحمد لله، هي كانت جايبه 8 معلش للاسف فرنسوش منهم الا 2 والحمد لله الحمد لله رضا، انا مش زعلان والله لا، ده يا ارنبه جميله جدا، ودي كانت اساس يعني اساس الارنب اللي انا ربيه. وديت نتايه برضو اهيت، نتايه ما شاء الله عليها، بس دي بقى انا كنت بقى بديها علاج وديها بتاعه الحمد لله كويسه اهي، بوبيون برضو ما شاء الله عليها اهي، حاجه كويسه جدا الحمد لله. بالنسبه لبقى الذكور يا جماعه، انا عندي بقى الدوتش هولندي الله اكبر عليه، الله اكبر عليه اهوت ما شاء الله اهو، حاجة ما شاء الله عليه يعني في تلقيح في أي حاجة ممتاز جدا الحمد لله الحمد لله. والبطارية بتاعت العين ديت اللي هي بتاعت نتال بوبيون ديت أنا شايلها أهي، شايلها عشان برضو إيه كنت بطهر برضو المكان هنا وبطهر العين ديت، وكان الأرنبة ديت كنت بديها إيه علاج وكده يعني، بديها علاج والحمد لله رب العالمين ربنا كرمها والفضل لله، ثم لما نرميها أنا تابعت معاه قال لي إداها كذا وإداها كذا يعني إداها علاج الحمد لله رب العالمين، مشيت عليه الحمد لله رب العالمين. ودي يا جماعه انا بقول ورت لكم اهيت، خلفت ادي 2 اهمت، 2 و2 اهمت، خلفت الام دي اللي هي لسه والده ديت الام الغزلاندي دي ما شاء الله عليه ما شاء الله. وغير كده انا عندي بقى ايه نتايتين بلدي تحت يعني، بلدي تحت حاططهم تحت، دول بصراحه انا سايبهم بقى ايه يعني هم ونصيبهم يعني هم ونصيبهم، فان شاء الله باذن الله هنكبر المشروع سوا مع بعضنا ان شاء الله باذن الله. وادينا مهتم بالنظافه والحمد لله اهوت المكان قدامكم اهو، والامهات اهي ما شاء الله اهي، دي الام الالماني داخلها بلجيكي متهجنه بلجيكي اهي الحمد لله، هي مش سمرة لا هي الماني داخلها بلجيكي الحمد لله اهي. هو ده يا جماعة مكان المية اهوت اهو، والخلفة اهيت ما شاء الله عليها اهي صلاة النبي يعني. وادي الذكر الدوتش هولندي، هو ما شاء الله حجمه صغير، هو وزنه 3 كيلو بس اللهم صل على النبي تلقيح ما شاء الله عليه يعني ما شاء الله. وادي يا جماعة خط المية اهوت، عملت لها انا البطاريات خط مية وربنا كرمني الحمد لله. انا عامة من يعني من غاوي من انواع الحمام، بحب الحمام جدا، انا بحب الحمام جدا ودي غوايتي، فبصراحة انا جبت الارنبتين دول، فلما اشتركت مع مدربين في القناة فهو شجعني اكتر، شجعني اكتر لموضوع مشروع الارانب ده، فالحمد لله والله مشروع جميل جدا وربنا يجازيه خير يا رب.
وربنا يجازي كل راجل محترم يدل واحد على الخير. ربنا يجازيه خير يا رب، ربنا يجازيه خير، ربنا يجازيه خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن شاء الله بإذن الله يا جماعة كل مدى هنكبر هصور لكم برضو اللي عندي، وإن شاء الله مع بعضنا، مع بعضنا إن شاء الله بإذن الله. والنهاردة الجمعة يا جماعة، ربنا يجعلها يوم جميل علينا وجمعة طيبة علينا وعلى المسلمين جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني يا شباب بعد الفاصل، بعد ما شفنا فيديو الأستاذ محمود شلبي وشفنا الأرانب بتاعته وشفنا البطارية اللي هو اشتريها. شباب بصراحة أنا بشكره كده جدا على الكلام الجميل اللي قاله في حقي. طبعا أنا تحت أمر الجميع، أي حد بيرن عليا يا شباب على التليفون ما بتأخرش عليه، رسائل على الواتساب أي رسائل بتجيلي برضه برد عليها يا شباب. وطبعا يعني لو حد اتصل عليا يا شباب ولقاني مثلا انتظار أو مشغول أو الكلام ده ما يزعلش مني، لأن برضه والله يكون غصب عني، يعني بيكون غصب عني كمية سر رهيبة، كمية سر رهيبة، وأنا يعني على قد ما ربنا بيقدرني بحاول إن أرد على الجميع علشان ما حدش يزعل مننا. لو أنت أول مرة تشوف قناتنا، أول مرة تشوف فيديوهاتنا يا شباب، أوعى تنسى انزل تحت اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك، ادعم الفيديو بلايك، شارك الفيديو مع أصحابك عشان الكل يستفيد. وانتظروا إن شاء الله سلسلة حلقات مهمة جدا جدا جدا، أوعى تروح بعيد. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.